اسمي زيري في رابح ذو واش باش بكم من 15 ولد ممرداس رابح عثمان ها معروف ايضا ونبلغ شباشب ونبلغ سوى للجميع الجماعة تاع شباشب ولعائلتي والزوجة تاعي خليتها غضبانة كيما جات عندها 13 سنة في القرعة هكذا خليتها تبكي وهاني بحثي في النماذج ذكي قاعد ما نروحش نطلب من السلطان صحاب هذو عندهم 13 سنة و14 سنة و10 سنين يلزم يدوم تاويل ما يخرجوش في القرعة رايحين مليين العمر خلصت عندنا ما قدوش نمشوا هكذا ونقول لهم انا راهم يشوفوا يعني بخير على خير والحمد لله هنايا كربعة فاطمة الزهراء ونسكن في لاري موزار نمر 12 وراني جيت وراني فرحانين بزاف جبنا عمرة ورايحين دوك للحج والحمد لله ورانا فرحانين وان شاء الله نسلم على ولادي كاع بالواحد عبد المالك عبد السلام مراد زيبي فريد يا الفاميليا البنات كامل ان شاء الله انايا من البرج وولادي نقمتي بالحداد وراني وصلت راني رايحين دوك تكلي الحج والحمد لله وهاني لقيت نساء ولقيت الرجال اللي عندهم نساء الرجاله ومشيت معاهم والحمد لله ها وتهنى وجيت وحدي وجيت مع واحد برك وصوا عليا والحمد لله راني في ما يتشطنوش مره مني ها وربي كسع تهنى مره كي عباس التومي عبد المالك مراد شفيق نبيل كلية كل البنات كل الذراري كلية ان شاء الله ما ننسى حتى واحد بشري عبد القادر من المديه ان شاء الله يتقبل منا الحج ان شاء الله عرفة ان شاء الله ربي يتقبل منا ومن الدول الجزائريه ان شاء الله ربي يحفظهم يحفظ جميع المخلوقات جميع دحمان الاخضر من المديه نتمنى الخير للبلاد الله يامن بلادنا ويهدي بلادنا نتمنى ان شاء الله يكون حج مبرور وذن مغفور وصحيح مشكور الجامع الحجاج الجزائريين كل نتمنى من الخير والسلامه والامن للبلاد والحمد لله رب العالمين خدوجه من لي ربعه ولادي نقول لهم راني لاباس عليا وعندي 21 سنه وانا نمركي والسنه وين كتب ربي وما خرجت في القرعه جابوا حفاظ ورانا راني مجاهده تاع 7 سنين جيت مع بعثة جيت مع كاين راجل ومرأة معايا جيراني سلم نقول لهم تحلوا في بعضكم بعض وانا راني مليحة والحمد لله ويرحم دولتنا ويحيى بوتفليقة بوتفليقة انا نقول لك صح هو عينيا هو عينيا بوتفليقة بايشوفوني ولادي يضرب وسالوا على ناس لربعة كبير وصغير كريم السعيد من بلد من ولايه المسيله بلدي حمام ضرع نحن سائرين الى منى ان شاء الله دكيس علي من بلديه عين سلطان ولايه عين دفله اليوم نحن في هذا اليوم العظيم يوم الترويه ذاهبون الى منى ان شاء الله لاداء فريضه الحج وعلى هذا نتمنى لكل المسلمين والمسلمات حج مقبول وذنب مغفور ان شاء الله مجب لاحي من بلديه مسيف ولايه المسيله اليوم رانا ان شاء الله في نهار الاعظم ان شاء الله هو عرفه ان شاء الله ربي يتقبل منا ومن الجميع ان شاء الله يا رب العالمين. انا زبيده من بليده. دار زبيده. اي ها مالاش اقول لهم راني بخير راني مليح. نسلم عليكم الحاج عبد القادر بن سعيد بلديه مزيا ولايه بوليده نسلم على العائله والجيران والاحباب والاصدقاء الله يشافي جميع المرضى واصحاب السرطان ان شاء الله والله يشافي بلادنا واولادنا والله يحفظ دولتنا كبار وصغار من صغير لكبير والله يشافي رئيسنا ويشافي المرضى ان شاء الله انتم الله يحفظكم والله يستركم والله يحسن عقلكم ان شاء الله حجكم مبرور وذنكم مغفور وزياره مقبوله بالعوده ان شاء الله وربي يحفظكم ان شاء الله.